كنا نتمنى من رئيس الحكومة على سبيل المثال بوصفه المشرف الأول على تنظيم العملية الانتخابية على سلامتها أن يربأ بنفسه عن الدخول في ممارسات عن ارتكاب ممارسات تشين منصبه الدستوري قبل وضعه السياسي، أن يقوم بالدور المنوط به كرئيس حكومة جميع المغاربة وليس كزعيم حزب سياسي في الأغلبية. هذا الأمر للأسف لم نعيش. المغاربة شعروا بأن لديهم رئيس حكومة استقال من منصبه من موقعه الدستوري وانخرط كآخرين في مجتمع جماعية وساهم بشكل كبير جدا في تمييع الأجواء التي جرت خلالها هذه الحملة الانتخابية. كنعتقد أن المغاربة سيكون لهم الجواب المناسب على ما سجل من طرف أو ما سجل على رئيس الحكومة من ممارسات مخلة بموقعهم.